السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم SOS Math. إذن كما قرينا في الدروس السابقة النهايات، وكما أشرت بلي النهايات هي درس جد مهم، لأنك إذا ما عرفتيش النهايات رايح تضيع الدالة تاعك. نتمنى منك أنك تفهم مليح مليح النهايات. هنا رانا نخدمو في النهايات على الدوال العددية، وإذا تمكنت من الدوال العددية راح تتمكن بكل سهولة من الدوال الأسية والدوال اللوغاريتمية، لأنه مستحيل تفهم هذا الدوال إذا ما فهمتش الدالة العددية. إذا المستقيمات المقاربة هي نقطة جد مهمة في الدالة. لماذا؟ لأنك إذا تغلط في النهايات راح تغلط في المستقيمات المقاربة، وراح تغلط في رسم المنحنى، واذا غلطت في النهايات راح تخرج لك اون كونتراديكسيون في جدول التغيرات، بمعنى كل شيء راح يتخلط لك. اذا انتبه، لان اذا كانت نهايتك صحيحه راح تكون المستقيمات تاعك صح، المقاربه صحيحه، وبالتالي رسم المنحنى تاعك راح يكون دقيق. اذا المستقيمات المقاربه كيفاش نستنتجهم من النهايات؟ هي يقول لك كي تكون تدرس في النهايات، كي تفض السؤال تاع النهايات يقول لك مثلا ادرس نهايات الدالة عند اطراف مجموعة التعريف. مثلا يعطيك هو دي اف، يقول لك مجموعة التعريف تاع الدالة تاعك تساوي ناقص ما لا نهاية واحد اتحاد واحد زائد ما لا نهاية. هو يطلب منك دراسة النهايات عند أطراف مجموعة التعريف، بمعنى واش راح تحسب؟ راح تحسب لا ليميت دو اف دو اكس عند ناقص ما لا نهاية، لا ليميت دو اف دو اكس عند واحد بقيم أصغر، لا ليميت دو اف دو اكس عند واحد بقيم أكبر، لا ليميت دو اف دو اكس عند الزائد ما لا نهاية، بمعنى راح تدرس ربع نهايات. هنا كي تدرس النهايات إما يقول لك أعطي التفسير البياني للنهايات، ولا يقول لك ماذا تستنتج. هاد السؤالين في زوج الجواب تاعهم هو المستقيمات المقاربة. كاين بزاف يعرفوا المستقيمات المقاربة لكن ما يعرفوش السؤال اللي يطرح باش يجاوبوا عليه. إذا كيقول لك في التمرين أعطي تفسير هندسي للمستقيمات للنهايات باردون، أو يقول لك ماذا تستنتج، هنا تعرف بلي راهو يهدر على المستقيمات المقاربه. كيقول لك ماذا تستنتج بعد سؤال النهايات، اؤكد. اذا هنا عندنا ثلاث مستقيمات مقاربه، مستقيم مقارب عمودي، مستقيم مقارب افقي، ومائي. رايحين نبداو بالمستقيم المقارب العمودي. هنا مثلا راح يعطيك عندنا كي تعود ليميت اف دو اكس لما اكس يؤول الى ا تساوي ما لا نهايه. هنا نقولوا المنحنى يقبل اكس يساوي ا مستقيم مقارب عمودي. مثال هنا تجي تحسب لا ليميت، تحسب ليميت اف دو اكس لما اكس يؤول الى 2 تلقاها ما لا نهايه. هنا واش تجي تقول؟ تقول اكس، ولا هي عندك جوابين، اما تقول المنحنى يقبل اكس يساوي ا كمستقيم مقارب عمودي، ولا تقول ديريكتومون اكس يساوي ا مستقيم مقارب عمودي. كيف كيف؟ اذا نقولوا اكس يساوي 2 مستقيم مقارب عمودي. كيفاش الحين نرسموه؟ هذا معلم متعامد متجانس، تعرفوا بلي هذا اكس اكس فتحه، وهذا يغريك يغريك فتحه. يعني واش عندكم هنا؟ راهو مقسم نعم
واحد اثنين ثلاثة أربعة، مهم فهو مقسم إلى وحدات أكيد. وش عندكم هنا مثلا؟ هذه إكس قلنا يساوي اثنين، تروحوا المحور الفواصل اللي هو فيه لي إكس، محور الفواصل تحسبوا واحد اثنين وتعديوا عليه، راح يخرج لكم مستقيم مقالب عمودي. هذه الطريقة بالنسبة للتلاميذ اللي تتخلط لهم ما يعرفوش كيفاش يقولوا عمودي وكيفاش يقولوا أفقي، يروحوا يرسموه ديريكتومون. لي زيكس راهي تمثل في محور الفواصل، دونك راح يجي واقف، إذا راهو عمودي. المستقيم المقارب الثاني اللي عندنا هو ليميت اف دو اكس، لما اكس تؤول إلى ما لا نهاية تساوي بي. هنا نقولوا المنحنى سي اف مثلا يقبل y يساوي b كمستقيم مقارب افقي. مثال تروح تحسب ليميت اف دو اكس لما اكس تؤول الى نقص ما لا نهايه او زائد ما لا نهايه، لا يهم هنا تاني، لا يهم زائد او نقص ما لا نهايه. تروح تقول لما اكس يؤول الى نقص ما لا نهايه رايح تلقاها مثلا تساوي ناقص واحد. هنا واش تقول؟ المستقيم تاعنا المنحنى ولا المستقيم تقول y يساوي ناقص واحد هو مستقيم مقارب افقي، مستقيم مقارب افقي. تمثيله البياني راح يكون عندنا دائما معلم متعامل ومتجانس، دائما هادو اكس اكس فتحه y y فتحه. الحين نروحو بما انه y تساوي ناقص واحد، يعني الحين نمثلوه على محور التراتيب، بمعنى نروحو نشوفو ناقص واحد على محور التراتيب اللي راح يكون هنا ونرسمو المستقيم المقارب تاعنا. اذا هذا مستقيم مقارب ناقص واحد افقي وهذا عمودي اكس يساوي اثنين. كاينه حاجه ثاني الفت الانتباه تاعكم، هنا مثلا كي ناقص واحد ناقص ما لا نهايه pardon، هنا هو مستقيم مقارب عند افقي عند النقص ما لا نهايه، وانتم كتبوا تزيدوا تروحوا تحسبوه عند زائد ما لا نهايه راح يعطيكم نفس العدد. الحين تمليو تقولوا عند زائد ما لا نهايه، يعني راح يكون مستقيم مقارب على طول هذا المجال، الحين نشوفوها في التطبيقات باذن الله. اذا بقى لنا المستقيم المقارب الثالث اللي هو المستقيم المقارب المائل. قبل ما نروح للمستقيم المقارب المائل راح نعطيكم مثال على المستقيمين هادو في زوج باش هكا نرسخوا المعلومه. اذا مثلا هنا يقول لك f دو x تساوي ناقص 2 زائد 1 على x معرفه. يقول لك في السؤال هي معرفه على r ما عدا الصفر، يقول لك r ما عدا الصفر معناها df تاعنا راهي من ناقص ما لا نهايه للصفر اتحاد صفر زائد ما لا نهايه. ادرس النهايات عند اطراف مجموعه التعريف، ولا يقول لك عند حدود مجموعه تعريفها. ثم يقول لك في السؤال ماذا تستنتج بالنسبه للمنحنى سي اف. هنا اذا عندنا نروحو نحسبو اذا لا ليميت عند النقص ما لا نهايه وعند الصفر بقيم اصغر، عند الصفر بقيم اكبر، وعند الزائد ما لا نهاية. أول حاجة نروح نحسبو لا ليميت دو اف دو اكس لما اكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، راح تساوي لنا ليميت ناقص 2 زائد 1
على إكس مربع لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. هنا نحط للإكس لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية عدد على ما لا نهاية، قلنا واش يعطينا؟ الصفر، راح يعطينا الصفر. واش راح تبقى لنا؟ ناقص 2 زائد صفر راح تساوي ناقص 2. هنا نروحو نستنتجو ديريكتومون كي نلقاو السؤال بعده ماذا تستنتج، روح ديريكتومون تحت لا ليميت دير الاستنتاج تاعك هكا باش ما تنسى حتى نهايه ابخي. اذا واش راح نقولوا؟ المنحنى سي اف يقبل، هنا بما انه اكس يؤول الى ما لا نهايه ما نقدروش نحطو اكس يساوي عدد، راح يبقى لنا إيغريك. نعرفو من دوزيام منهم فملي بديتي تقراو الدوال من المتوسط انه اف لو اف دو اكس مثلها إيغريك، يعني إيغريك يساوي ناقص 2 مستقيم مقارب افقي. هنا بما ان حسبنا عند ناقص ما لا نهايه راح نقولوا عند ناقص ما لا نهايه. نروحو درك نحسبوا لا ليميت تاع اف دو اكس لما اكس تؤول الى، نروحو نحسبوا زائد ما لا نهايه، هاي ديريكتومون نروحو زائد ما لا نهايه. واش رايحه تساوي لنا؟ نفس الشيء اذا عند زائد ما لا نهايه نفس الشيء، هنا تروح لنا بالصفر عدد على ما لا نهايه صفر راح تبقى لنا ناقص 2، ومنه المنحنى سي اف يقبل إيغريك يساوي ناقص 2 مستقيم مقارب أفقي عند مرة هذه زائد ما لا نهاية. يعني كي نجيو رايحين نمثلوه نمثلوه على طول المنحنى عند الزائد والناقص ما لا نهاية، رايحين نشوفوها في مرة. هنا عندنا بقات لنا نحسبو لليميت عند الصفر بقيم أصغر بقيم أكبر. هنا ليميت f دو x لما x يؤول الى الصفر بقيم اصغر رايحه تساوي لنا بقيم اكبر. لماذا؟ لانه عندنا هنا المقام تاعنا راهو x مربع. دوك نشوفوا عليه، راح تعطينا ليميت ناقص 2 زائد 1 على x مربع. هنا كي نعوضو بالصفر راح تولي لنا هنا صفر. نعرفو بلي عدد على صفر راح يعطينا ما لا نهايه، بصح درك كيفاش نعرفو اسكو ناقص ما لا نهايه او زائد ما لا نهايه؟ هنا نعرفو بلي ناقص ما لا نهايه او زائد ما لا نهايه حسب جدول التغيرات تاع المقام. مي في هذه الحاله ما راحيش ندرسو جدول التغيرات لسبب واحد، انه الاكس تاعنا مربع اذا هو دوما موجب، راح يبقى لنا دائما صفر موجب. اذا عدد على صفر موجب راح يعطينا زائد ما لا نهايه ناقص 2 راح يبقى لنا زائد ما لا نهايه. اذا هنا نفس القيمه لما يؤول الى صفر بقيم اصغر وبقيم اكبر، واش راح نقولوا؟ اكس يساوي الصفر مستقيم مقارب عمودي عمودي، هنا بقيم أصغر وبقيم أكبر عند الزائد ما لا نهاية. فوالا، إذا عندنا خرجوا لنا مستقيمين مقاربين، إيكغيك يساوي 2 مقارب أفقي عند النقص ما لا نهاية وزائد ما لا نهاية، و اف دو اكس لما اكس يؤول الى صفر تساوي زائد ما لا نهايه. هنا قلنا مستقيم مقارب عمودي عند زائد ما لا نهايه. دروك نشوفو كيفاش نمثلوهم في زوج. اذا كما قلنا
عندنا إيغريك يساوي ناقص 2 مستقيم مقارب أفقي عند زائد ناقص ما لا نهاية، و إكس يساوي 0 مستقيم مقارب عمودي عند زائد ما لا نهاية. هنا كي نجيو نرسمو واش عندنا؟ قلنا إكس يساوي الصفر، بمعنى راح يجي منطبق على محور التراتيب، بصح قلنا عند الزائد ما لا نهاية، بمعنى هذا هو برك المستقيم المقارب، ما تهبطوش ترسمو حتى لتحت، نرسمو غير الفوق. يعني واش راح يكون لنا؟ هذا إكس يساوي الصفر، وكرر ما ترسموش لتحت، ترسمو غير الفوق لأنه مقارب غير عند الزائد ما لا نهاية. إذا وهنا إيغريك يساوي ناقص 2 اللي هو هنا عنا إيغريك ناقص 1 ناقص 2 مقارب عند الزائد ما لا نهاية وعند الناقص ما لا نهاية، يعني راح نرسمه في هذا المجال، في هذا المجال اللي هو إيغريك يساوي ناقص 2. هذا هو الرسم تاع المستقيمات المقاربة. يبقى لنا هنا جدول التغيرات حتى نتمكن من رسم المنحنى اللي ما زلت لنا فيه المشتقة ودراسة إشارة المشتقة. إذا بقى لنا هنا المستقيم المقارب المائل، وكيفاش نقولوا أن المنحنى يقبل مستقيم مقارب مائل؟ عندنا لما نحسبوا لا ليميت تاع اف دو اكس لما اكس يؤول إلى زائد أو ناقص ما لا نهاية، نلقاوها تساوي زائد أو ناقص ما لا نهاية. هنا نقول المنحنى يقبل إيغريك يساوي أكس زائد ب مستقيم مقارب مائل عند زائد أو ناقص ما لا نهاية أو عندها في جوج. كيفاش درك نروحو نتأكدو بلي المنحنى تاعنا راهو يقبل مستقيم مائل؟ واش نروحو نديرو؟ نروحو نحسبو لا ليميت تاع اف دو اكس ناقص ايغريك، بمعنى ناقص ا اكس زائد بي لما اكس يؤول الى ناقص او زائد ما لا نهايه، نلقاوها تساوي الصفر. نحسبوا لليميت نتاع الفرق هذا، نروحوا اول حاجه نحسبوا الفرق هذا، راح تخرج لنا الداله. كنروحو نحسبو لا ليميت تاع الدالة هادي عند الزائد أو ناقص ما لا نهاية، راح نلقاوها صفر. فوالا، درك عندنا دوال رايحة تكون من الشكل، عندنا دوال تجي من الشكل اف لي اكس يساوي ا اكس زائد ب زائد جي دو اكس. هنا واش نروحو نشوفو؟ كي تشوف دالة كيما هادي، أول حاجة تروح ديرها هي تروح تحسب لا ليميت دو جي دو اكس. كي تكون لا ليميت كيما راكم قاعدين تشوفوا هنا، هذا قادر يكون هذا هو المستقيم المقارب المائل. دونك نروح نحسبوا لا ليميت تاع جي دو اكس لما اكس يؤول الى زائد او ناقص ما لا نهايه، ونلقاوها تساوي صفر. نستنتج ديريكتومون باللي ا اكس زائد ب هو مستقيم مقارب مائل. وكاين تاني دوال اخرى اللي ما تجيكش من هذا الشكل، تجيك اف دو اكس وانت تروح تحسبها عادي، كي تخرج لك النهايه عند الزائد وناقص ما لا نهايه تساوي زائد او ناقص ما لا نهايه، تروح تبحث عن ا وتبحث عن ب. في المثال هذا مثلا كي تجيك الحاله هذه، مثلا هنا نديرو مثال
خفيف مثال طيح في f دو x تكون من الشكل ناقص x زائد 2 زائد 3 على x ناقص 3. هذا واش نشوفه من الشكل ax زائد b، وهذه g دو x. قلنا واش نروحو نديرو، نروحو نحسبو لا ليميت دو جي دو اكس. هي نفس القانون هذا كنا نطبقوها، هذا القانون كنا نروحو نحسبو، نعتبرو هذه هي قلنا ديما جي دو اكس، نروحو نحسبو لا ليميت تاع جي دو اكس لما اكس باغ اكزومبل هنا، هنا الدالة تاعنا راهي مجموعة التعريف تاعها دي اف ما عدا تلاتة مثلا، نروحو نحسبوها عند النقص ما لا نهاية، هي لا ليميت تاع تلاتة على إكس ناقص تلاتة لما إكس يقول إلى نقص ما لا نهاية. راح تجيك هنا ما لا نهاية، عدد على ما لا نهاية تساوي ستة، تقول ومنه إيغريك يساوي ناقص إكس زائد اتنين مستقيم مقارب ما. هذه كيما هاك، او قادر في السؤال هو هي انت تشوف هذا لا كيما هذه، هو ديريكتومون يقول لك بين ان ناقص اكس زائد 2 مستقيم مقارب ما ان. هنا في هذه الحاله تروح تحسب ليميت اف دو اكس ناقص هذا المستقيم اللي قال لك بينه، تلقاها تساوي صفر، مفهومه؟ تروح تحسب هك، نروح نحسبه هنا، تروحوا تحسب ليميت ناقص اكس زائد 2 زائد 3 على اكس ناقص 3 اللي هذه هي اف دو اكس ناقص ا اكس زائد بي. ا اكس زائد بي هي هذه ناقص اكس زائد 2 لما اكس يقول مثلا الى ناقص ما لا نهايه. هنا كي رايحين نحيو الناقص، ندخلو الناقص على القوس، راح تولي لنا زائد اكس ناقص 2، رايحه تروح لنا هذه مع هذه وهذه مع هذه، وراح تبقى لكم غير لا ليميت تاع 3 على اكس ناقص 3 وهي هذه، تقول الى صفر وتقول ومنه ناقص اكس زائد 2 مستقيم مقارب مائل. فوالا، كيفاش نمثلو هاد المستقيم المقارب المائل؟ هي كيما نمثلو أي مستقيم نعرفوه، كيكون عندنا هاك كيما هنا قلنا إيغريك هي ناقص إكس زائد 2. كيفاش نمثلو اي مستقيم؟ لازمنا على الاقل نقطتين معلومتين، نروحو نحكمو جدول، هادو لي زيكس هادو لي زيكغيك، نعطيو قيمة اكس مثلا اكس نعطيوه صفر راح تبقى لنا ايغريك 2، اكس نعطيوه واحد راح تولي لنا ناقص واحد زائد 2، ناقص واحد زائد 2 راح تعطينا واحد، ونجيو نمثلوها عادي، تسمى راح يوليو لنا نقطتين أ إحداثياتها صفر اثنين، ونقطة ب إحداثياتها واحد واحد، ونمثلوها عادي، صفر هنا الإكس صفر والإيغريك اثنين، وهنا عندنا صفر واثنين يعني النقطة رايحة تجينا هنا، النقطة رايحة تجينا هنا، وهنا عندنا واحد إكس واحد وإيغريك وإيغريك واحد، هنا قلنا واحد وهنا اثنين، هنا واحد وهنا اثنين، إكس واحد وإيغريك واحد يعني النقطة هذه النقطة أ وهذه النقطة ب، ونروحو نوصلو ما بيناتهم. إذا هذا هو المستقيم تاعنا أ إكس زائد ب. فوالا،
قلنا هذه في حالة ما إذا تكون الدالة تاعكم من الشكل f دو x تساوي ax زائد b زائد g دو x. كيفاش نلقى المستقيم المقارب المائل؟ الآن بقات لنا كي تكون دالة ناطقة أو أي دالة عندك من غير ما يكون فيها ال ax زائد b. اذا في الحاله الثانيه تكون عندك داله ما فيهاش الاي اكس والبي، واش رايحين نقولوا؟ رايحين نبحثوا، احنا رايحين درك نبحثوا على الا ورايحين نبحثوا على البي. عندنا ا واش تساوي؟ ا تساوي ليميت اف دو اكس على اكس لما x يؤول إلى ناقص أو زائد ما لا نهاية، والb تساوي limit f دو x ناقص ax هنا لما x يؤول إلى زائد أو ناقص ما لا نهاية. كي نلقاوهم هادو معلومين رايحين نوليو نعوضو في الدالة في معادلة المستقيم، نعوضوا الا هنا والب هنا، رايح يخرج لنا المستقيم المقارب المائل. هنا نعطيكم مثال، هنا مثلا يعطيك الداله ناقص 3 إكس مكعب زائد 3 إكس مربع ناقص 3 على إكس مربع ناقص 1. هذه يقول لك أدرس النهايات على مجال تعريفها. هنا مجال تعريفها اللي هو R ما عدا ناقص 1 وزائد 1. هنا راح تكون DF تاعنا تساوي ناقص ما لا نهاية ناقص 1 اتحاد ناقص 1 واحد اتحاد واحد زائد لا نهاية. شفتوا شحال من نهاية رايحين تحسبوا؟ واحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، رايحين تحسبوا ست نهايات. يعني اللي ما يعرفش النهايات رايح يضيع نقاط بكمة، لذا انتبه. رايحين نحسبوا لا ليميت تاع اف دو اكس لما اكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. هنا وش قلنا؟ كي تكون عندنا دالة ناطقة ونحسبوا لا ليميت عند النقص ما لا نهاية أو عند الزائد ما لا نهاية، نروحو نديو أكبر حد على أكبر حد، بمعنى رايحة تجينا ليميت إكس مكعب على إكس مربع لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، ورايحة تعطينا ليميت إكس مكعب على إكس مربع، رايحة تبقى لنا إكس لما إكس يؤول إلى ناقص أو زائد ما لا نهاية. هنا واش رايحة تعطينا؟ باردون، هنا نحسبو عند الناقص ما لا نهاية. هنا رايحة تعطينا تساوي ناقص ما لا نهاية. هنا واش نقولو؟ المنحنى يقبل مستقيم مقارب مائل، بصح هنا عند النقص ما لا نهاية. بصح هنا المشكل تاعنا ان اسكو ما نعرفوش المعادلة تاع المستقيم المقارب المائل، بمعنى ما راحينش نقدروا نطبقوا القانون اللي عطيته لكم في الحالة الأولى، بمعنى هنا راحين نبحثوا على الا وعلى البي. دونك نروح نزيدو نحسبو لا ليميت، بما ان حسبنا عند النقص ما لا نهاية رايحين نحسبو عند الزائد ما لا نهاية. واش راح تعطينا؟ كون نحطو هنا زائد ما لا نهاية رايحة تعطينا زائد ما لا نهاية. دونك شو نقولو؟ المنحنى يقبل مستقيم مقارب مائل عند النقص ما لا نهاية وعند الزائد ما لا نهاية.
هنا اذا نروحو نبحثو على ا وعلى ب. نروحو نبداو اول حاجه على ا بيسك باش نلقاو ب لازم تكون عندنا ا. قلنا ا تساوي هي ليميت اف دو اكس على اكس. لما اكس نبداو بالناقص ما لا نهايه واش راح تساوي ليميت اف دو اكس تاعنا هي هذه كامله اكس مكعب زائد 3 اكس مربع ناقص 3 على اكس مربع ناقص 1 على اكس. لما اكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه. هذه نفسها العباره نقدروا نكتبوها نفسها باش ما تجيناش الكتابه معقده. نكتبوها عادي اكس مكعب زائد 3 اكس مربع ناقص 3 في 1 على اكس كما هنا تساوي اف دو اكس في 1 على اكس كما هكا. اذا واش رايحين نديرو هنا؟ عندنا ضرب ماشي زائد ولا ناقص، عندنا ضرب نروحو نضربو البسط في البسط والمقام في المقام. نديرو التوحيد فقط كيكون عندنا هنا جمع او طرح. دونك واش راح يولي لنا؟ البسط راهو مضروب في 1 دونك راح يبقى لنا كما راه زي 3 اكس مربع ناقص 3 على المقام اكس في اكس مربع ناقص 1. الحين ننشروها راح تعطينا اكس مكعب ناقص اكس لما اكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه. عندنا دالة كسر، قلنا كي تكون عندنا دالة كسر راح نديو اكبر اس على اكبر اس. واش راح تولي لنا؟ تساوي ليميت اكس مكعب على اكس مكعب لما اكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه. هذه تروح مع هذه راح يبقى لنا 1. نفس الشيء عند زائد ما لا نهايه، بمعنى انه ا تاعنا تساوي الواحد. نروحو نبحثو على ب. قلنا ا هذا واش تساوي؟ ب هي ليميت اف دو اكس ناقص ا اكس لما اكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه. واش رايحين نحسبو؟ ليميت اف دو اكس ناقص ا اكس، بمعنى رايحين نحسبو اكس مكعب زائد 3 اكس مربع ناقص 3 على اكس مربع ناقص 1 ناقص ا تاعنا لقيناها 1 دونك راح تبقى لنا ناقص اكس. هنا بما انه عندنا الناقص رايحين نوحدوا المقامات. كيفاش نوحدوا المقامات؟ رايحين نضربوا الوسطين في الطرفين والمقامات نضربوها في بعضها. هنا اكس مقام تاعو واحد دونك كيفاش راح تولي لنا؟ هي ليميت نضربوا هذا يبقى لنا ليميت هذا المقام تاعو واحد دونك يبقى كيما راه اكس مكعب زائد 3 اكس مربع ناقص 3 ناقص اكس مضروبه في اكس مربع ناقص 1 على المقام تاعنا اكس مربع ناقص 1 لما اكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه. هنا رايحين ننشرو وندخلو الناقص ديريكتومون. رايحه تولي لنا ليميت اكس مكعب زائد 3 اكس مربع ناقص 3 ناقص اكس في اكس مربع رايحة تعطينا ناقص اكس مكعب ناقص اكس في ناقص 1 رايحة تولي لنا زائد اكس.
على إكس مربع ناقص واحد لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. هنا واش قاعدين نشوفو؟ إكس مكعب تروح مع إكس مكعب، يبقى لنا ثلاثة إكس مربع زائد إكس ناقص ثلاثة على إكس مربع ناقص واحد لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. كالعادة دالة ناطقة راح نديو أكبر أس على أكبر أس، اللي هي راح تولي لنا ليميت ثلاثة إكس مربع على إكس مربع لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. الإكس مربع تروح مع الإكس مربع تبقى لنا ثلاثة. إذا ب يساوي ثلاثة، ومنه إيغريك يساوي أإكس. الأ تاعنا أإكس الأ تاعنا قيناها واحد، دونك واحد في إكس اللي هو إكس زائد ثلاثة. إذن المنحنى تاعنا يقبل إي يساوي إكس زائد ثلاثة كمستقيم مقارب مائل بجوار نقص ما لا نهاية وزائد ما لا نهاية، لأننا كنعاودو نفس الخطوات بالزائد ما لا نهاية رايح تعطينا نفس النتيجة. إذن رايح تولي لنا في جوار نقص ما لا نهاية وزائد ما لا نهاية. إذا حسبنا ليميت عند النقص ما لا نهاية وعند الزائد ما لا نهاية، ما زلت نحسب ليميت عند النقص واحد بقيم أقل بقيم أكبر، وعند الواحد بقيم أقل وعند الواحد بقيم أكبر. هكا نكونو قاعدين نراجعو بعد في ليميت. دونك هنا ليميت f دو x لما x يؤول إلى ناقص واحد بقيم أقل رايحة تساوي لنا ليميت x مكعب زائد ثلاثة x مربع ناقص ثلاثة على x مربع ناقص واحد لما x يؤول إلى ناقص واحد بقيم أقل. دونك هنا واش رايحة تولي لنا؟ نروحو نعاودو، قلنا ديريكتومون بالناقص واحد، ناقص واحد مكعب رايحة تبقى لنا ناقص واحد، ناقص واحد مكعب ناقص واحد مربع تولي واحد في ثلاثة زائد ثلاثة ناقص ثلاثة، هادي ناقص واحد مربع واحد، واحد ناقص واحد رايحة تعطينا صفر. إذا هنا ثلاثة تروح مع ثلاثة تبقى لنا ناقص واحد على صفر. درك هنا المشكل واش من إشارة نعطيوها للصفر، لأنه على بالنا بلي عدد على صفر تساوي ما لا نهاية، ولكن إشارة الصفر هي اللي تحدد لنا اسكو ناقص ما لا نهاية أو زائد ما لا نهاية. هنا كيفاش نروحو نديرو؟ كي تخرج لكم الحالات كما هذه تروحوا تدرسوا إشارة المقام. كما هنا المقام تاعنا راهو يساوي إكس مربع ناقص واحد، نحطوه يساوي صفر. هذا بما أنه هذا يستلزم أن إكس مربع تساوي الواحد، إكس مربع تساوي الواحد، هذا يستلزم أن إكس يساوي زائد واحد أو إكس يساوي ناقص واحد. بمعنى جدول الإشارة تاعنا كيف راح يكون؟ هنا إكس مربع ناقص واحد راهو ينعدم عند الناقص واحد والواحد من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية. عندنا داخل مجال الجدرين عكس إشارة أ، أ تاعنا هنا واحد، دونك العكس تاعها سالب، وهنا موجب موجب. هنا واش راح يكون؟ هذه من اللهن من هنا، هذه هي واحد بقيم ناقص واحد بقيم أقل، ناقص واحد بقيم أكبر، واحد بقيم أقل، واحد بقيم أكبر. دونك هذا المجال يشتركوا فيه ناقص واحد بقيم أكبر وواحد بقيم أقل. إذا هنا واش نروحو نديرو؟ قلنا عند الناقص واحد بقيم أقل
كي نجيو للمجال هذا نلقاوها زائد، اذا هنا رايحين نعطيوه اشاره زائد. البسط سالب والمقام موجب رايحه تساوي لنا ناقص، رايحه تساوي لنا ناقص ما لا نهايه. الان لا ليميت، لا ليميت تاع اف دو اكس لما اكس يؤول الى ناقص واحد بقيم اكبر راح تعطينا نفس الشيء، الاختلاف الوحيد هو في اشاره الصفر، راح تعطينا ناقص واحد هنا قيم اكبر يعني تنتمي الى المجال هذا، اذا راح يولي لنا صفر سالب، سالب مع سالب راح يعطينا زائد ما لا نهايه. اذا هنا بقيم اقل وبقيم اكبر عطتنا نقص ما لا نهايه وزائد ما لا نهايه، راح نقولوا ديراكتومون المنحنى، المنحنى يقبل اكس يساوي نقص واحد مستقيم مقارب عمود. نروحو نحسبو ما الان لا ليميت تاع اف دو اكس لما اكس يؤول الى الواحد بقيم اكبر، هنا ناقص واحد هنا واحد باردون، الى الواحد بقيم اقل. نروحو نعوضو ديراكتومون، راح تعطينا واحد مكعب واحد زائد ثلاثة على واحد ناقص واحد وتساوي هنا ثلاثة تروح مع ثلاثة تبقى لنا واحد على صفر. إذا كي قلنا واحد بقيم أقل نجيو هنا هاهو الواحد بقيم أقل يعني على اليمين على اليسار تاع الواحد راح يعطينا صفر سالب وتساوي ناقص ما لا نهاية. ليميت اف دو اكس لما اكس يؤول إلى الواحد بقيم أكبر رايحة تعطينا واحد على صفر موجب ورايحة تساوي لنا زائد ما لا نهاية. واش نقولو هنا؟ المنحنى نكتبها لكم من فوق خير، المنحنى يقبل إكس يساوي واحد مستقيم مقارب عمودي. إذا هنا واش عندنا؟ عندنا مستقيمين عموديين ومستقيم مائل، نروحو نرسموهم تخي رابيدمون. انا نرسمو بالتقريب فقط، تا نتوما ترسموها رسم دقيق. اذا قلنا عندنا اكس يساوي الواحد واكس يساوي ناقص واحد، هذا وهذا رايحه باردون وهذا رايحه نبدا نرسمو اكس يساوي الواحد. نروحو هنا ها هي اكس يساوي الواحد ونجيبو عليها مستقيم، هذا هو المستقيم اكس يساوي واحد، اكس يساوي ناقص واحد عادي، نجيو هنا ناقص واحد ونرسموه، هذا هو المستقيم المقارب الثاني. بقينا المستقيم المائل، لقينا المعادلة تاعو إيغريك، لقيناه المائل معادلة تاعو إيغريك تساوي اكس زائد ثلاثة. كالعادة نروحو نديرو جدول اكس إيغريك، نعطيو الاكس قيمة صفر راح يعطينا إيغريك ثلاثة، ولا ندير نبدل واي، نعطي الاكس قيمة ناقص واحد، ناقص واحد زائد ثلاثة، ناقص واحد هنا كنعاودو اكس بناقص واحد زائد ثلاثة إيغريك اثنين. كي نعطيو الإيغريك واحد، كي نعطيو الاكس واحد باردون إيغريك راح يعطينا
4. نروحو نعينو النقاط. كيفاش نعينو النقاط؟ رايحة تجينا كيما هاك، ناقص واحد إكس ناقص واحد إيكغيك اثنين، دونك هادي نقطة أ. نعينو النقطة ب للإحداثية تاعها واحد وأربعة، رايحة تجينا هنا. إذا نروحو هادي ب، تروحو عادي تكتبو إيكغيك يساوي إكس، هنا نكتبوها زائد ثلاثة. هنا استسمحوني فقط، راني ندير لكم برك رسم تقريبي، ما نقدرش ندير لكم بالمسطرة وكامل على خاطر سافا مو بخوندغ بوكو دو طون ويجينا الدرس بزاف طويل. اذا انا راني نرسم لكم بالتقريب، ولكن انتم اكيد راحين ترسموها دقيقه ومستقيمات، يعني ما يجوش معوجين كما تعيجوا، مستقيمين سواء الافقيه او العموديه او المائله. اذا هذا هو الرسم، يبقى لنا جدول التغيرات حتى نتمكن من رسم المنحنى بدقه. اذا رسمتي المستقيمات تاعك بدقه وعرفتي تقرا جدول التغيرات، برب ان شاء الله المنحنى تاعك يخرج دقيق. جدول التغيرات راح نوصلوا ليه باذن الله ونتعلموا كيفاه نقراو منه بدقه. درك بقى لنا الحاله الاخيره اللي هي راح ندرسوا الوضعيه، وضعيه المنحنى بالنسبه للمستقيم. اذا هنا عندنا وضعيه المنحنى بالنسبه للمستقيم المائل، هي عادية جدا، رايحين نحسبوها f دو x ناقص y، وهي f دو x ناقص ax زائد b. انتبهوا، هو نفس القانون، كي يكون كيما هاك نروحو نحسبو بيه الوضعية، كي ندخلو عليه لا ليميت راحين نبرهنوا على وجود المستقيم المقارب المائل. اذا انتبهوا، راحين ناخذوا المثال السابق هكا بوغ فيغ لا ديفيرونس. في المثال السابق عطيتكم اف دو اكس يساوي ناقص اكس زائد 2 زائد 3 على اكس ناقص 3. راحين ندرسوا وخرج لنا هنا، تحققنا بلي اي يساوي ناقص اكس زائد 2 مستقيم مقارب مائل. رايحين ندرسوا وضعية المنحنى بالنسبة للمستقيم المقارب هذا. قلنا باش نروحو نديرو، نديرو f دو x ناقص y، بمعنى راح نديرو ناقص x زائد 2 زائد 3 على x ناقص 3 ناقص y اللي هي ناقص x زائد 2. هنا كي نحيو ندخلو إشارة ناقص راح تولي ناقص إكس ناقص 2. هنا واش راح تبقى لنا؟ ناقص إكس تروح لنا مع ناقص إكس، زائد 2 تروح لنا مع زائد 2. هنا باردون، ناقص مع ناقص إكس راح يولي لنا زائد، دونك ناقص إكس تروح لنا مع زائد إكس، وزائد 2 تروح لنا مع ناقص 2. واش راح تبقى لنا؟ تساوي 3 على اكس ناقص 3. كيفاش درك ندرسو الوضعيه؟ الوضعيه نقولو اشاره، هي من اشاره هذا الفرق، من اشاره هذا الفرق راحين، يعني راحين ندرسو الاشاره تاع الداله هذه الجديده اللي خرجت لنا. كيفاش ندرسو اشاره داله ناطقه؟ راحين ندرسو هي اشاره البسط واشاره المقام. كم البسط تاعنا هنا يساوي 3، اذا هو دائما موجب، اذا تبقى الاشاره من اشاره المقام. واش راح نقولوا؟ الاشاره من اشاره المقام. اشاره المقام واش هي؟ اكس ناقص 3 راهو ينعدم عند 3، قبل الانعدام عكس اشاره اكس، وبعد الانعدام نفس إشارة X. إذا وحنا ما تنساوش باللي نحطو بعد نحطو أيضا مجموعة التعريف، وهنايا مجموعة التعريف تاعنا هو غير معرف أيضا
عند التلاتة هنا واش نقولوا الوضعية واش راح تجينا هنا راح نقسموها كما هاك راح تجينا هنا حسبنا f دو x ناقص y يعني راح نقولوا المنحنى يقع تحت المستقيم المقارب المائل وهنا في المجال من 3 الى زائد ما لا نهايه قولوا المنحنى يقع فوق المستقيم المقارب المائل وهنا عند الصفر راهو رايح هنا ما نقدرش نقولوا يقطعوا لانه هنا غير معرف عنده فوالا هذه هي بكل بساطه ما نقدرش نرسم لكم المنحنى لانه ما درناش جدول التغيرات ما درسناش المشتقه والداله المشتقه بقالت لنا ندرسوا حنا قاعدين ندرسوا خطوه بخطوه بربي ان شاء الله بقات الحاله حنزيد ندير لكم فيديو اخر فيه تطبيقات على النهايات والفيديو اللي بعده رايحين نديرو المشتقه واشاره المشتقه ونوليو ندرسوا داله كامله يعني ملي نبداو في الداله من النهايات الى جدول التغيرات الى رسم المنحنى ونزيدو نافونسيو بالعقل داله معادله مماس نظريات القيم المتوسطه نقطه الانعطاف وهي رايحه وكل مره نزيدو حاجه للداله تاعنا حتى نوليو ندرسو الدوال كامل وهك نضمنو لو ماكسيموم دو نوت في الدوال ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم وما تنساوش اكيد تخليو لي لي كومونتير تحت الفيديو وتساؤلاتكم على صفحتنا في الجروب اللي تلقاو الرابط في صندوق الوصف وكذلك ما تنساوش تبارتاجيو القناة وتشاركوها مع زملائكم حتى تعم الفائدة أتهلاو في روحكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.